مرضي من البدايات، حلوه البدايات على حد تعبير عمرو دياب. انا بطمن الجمهور الماتشين اللي فاتوا ازاي. ايوه بالظبط، انا بطمن الجمهور. بس ليه امبارح حصل شويه قلق والناس قلقانه شويه؟ لا ده ماتش الزمالك جاي، ولو هو مش قلق يا كابتن قد ما هو يعني احنا ايه بعد الحلويات اللي شفناها في ماتش الاسماعيلي قلنا بس اللي جاي كله بقى نفس القطعيه، احنا لقينا الدنيا على ماتشات دوليه. فلقينا امبارح بالذات الشوط الاول لا الدنيا محجره جامد. اه بالظبط، ما بقولك وضع طبيعي، لان كمان برضو احنا ما بنلعبش لوحدنا، احنا برضو لازم يبقى في احترام للمنافس أكيد. والنادي الاهلي محترمه كويس قوي، وخالد جلال طبعا كل الاحترام ليه. طبعاً ان هو ادى بشكل جيد للنادي الاهلي، حافظ مفاتيح النادي الاهلي واشتغل عليها بشكل جيد جدا جدا. حتى في تشكيله امبارح يعني احمد ياسين ده بيلعب اصلا مدافع في القلب، يعني ميله ناحيه اليمين شويه، امير مدحت لعب في قلب الملعب، عاصم صلاح لعب في الطرف الثاني، قفلك الجزئيه اللي انت ممكن تشتغل عليها ورا الباكين، حتى ملاعب يعقوبه وملاعب حتى محمد بسيوني ناحيه اليمين، بيرجعوا معالي محلول ومحمد هاني قافلين عاملين بلوك مش طبيعي. ايوه بس لما انت بقى تاخد بالك من البلوك اللي مش طبيعي ده، وما تاخد بالك من الدقائق الاولى للمباراه ان الفريق المنافس اريك كويس تمام، ليه كان في تاخير في بس انت جبت النقطه يعني اللي انا هي دي النقطه الوحيده بالظبط. ما انت مقري خلاص، ما انت مكشوف بالظبط، يبقى نغير بقى. انا بالظبط انا بقى هي دي فلسفه المدرب. في مدربين ما بيحبش المجازفه والريسك بسرعه، ان انا اغير بسرعه بتجيب اثر عكسي ممكن على اللعيب شويه، ان انا غيرت بدري لا كنت خدت فرصه كان ممكن اعمل حاجه. هو بيعمل التوازن ده كويس مستر بيتسي حتى مسلمين. كمان على صعيد الروتيشن علما بانه عنده مجموعه نجوم في نجوم. الفريق، فبرضه انا لما اخرج لعيب بدري شويه هتبص متاثر نفسيا أكيد. شويه بس برضه ما يبقاش على حساب الفرقه أكيد. بمعنى ان انا ممكن كان ممكن زي ما حضرتك بتقول فعلا لو انا مكانه انا كنت بدات الشوط الثاني بالتغييرات اللي عملتها، ما كنتش هستنى ال 10 دقائق لما نزلت محمد شريف، وبعديها بخمس دقائق ست دقائق نزلت حسين الشحات. ما كنتش بدرت يعني بشويه تغييرات في الشوط الاول احنا نفسه. توقعنا كده يعني انا عن نفسي توقعت كده ان هو بين الشوطين هلاقي محمد شريف في الملعب وحسين الشحات، يبقى انا ظبطت الملعب. مكان مين؟ هو طبعا هو ادلى مني انا، بس هو عمل تغييره كويس رغم ان محمد هاني كان كويس. طبعا يعني محمد هاني ما كانش وحش ان هو غير، لان حسيت ان محمد هاني برده خارج يعني زعلان شويه، هو وضع طبيعي نفسه يكمل يعني خارج زعلان. لا هو لعيب راجل الحقيقه هايل يعني، عمل ماتش كويس كل ماتش جيد. فكان كنت متخيل هتبقى بين الشوطين، اخرها شويه بقى بيتسي موسيماني، ده التوقيتات والتايمنج ده بتاعه هو بصراحه هو كمدير فني. انما احنا لما بنتفرج بتمنى كنت عايز مثلا بين الشوطين الاقي محمد شريف ولا حسين، خلاص انا عدلت الملعب وقفشه رجع مكانه الطبيعي والدنيا اتظبطت وبدانا ان احنا نضغط على فرقه البنك الاهلي بشكل جيد.